حنا كسكان ديال هذا الحي ديال تالبرج والمهنيين مهني السياحه والفنادق والمطاعم والتجار فرحانين بهذا المشروع هذا والتهيئه ديالو اللي داخله في المشروع الملكي 2020-2024. كنتمناو باش تعطينا اضافه نوعيه لهذا الحي اللي حنا كنسعوا من خلاله نرجعوا لهذا الحي التاريخي، نرجعوا ليه المكانه ديالو الاقتصاديه والتجاريه والسياحيه بعد ما غادرتنا المحطة الطرقية اللي أثرت علينا منذ مايو 2008. واليوم فرحانين جميع التجار والمهنيين والسياحة والسكان فرحانين بهذا المشروع هذا اللي غادي يعطي واحد إضافة نوعية للحي والمدينة في نفس الوقت. اليوم الجمعة 25 مارس غتعطى ان شاء الله التدشين الرسمي انطلاق ديال التهيئه ديال المتنزه الحضري بن زيدون على مساحه ديال 25 هكتار. هذه التهيئه اللي كتجي في اطار التنزيل ديال المشاريع ديال برامج التنميه الحضريه اللي تم الامضاء ديالو امام صاحب الجلاله اللي كيغطي المجال الزمني 2020-2024، وهي نقدروا نعتبروها التهيئه الثانيه ديال هذا الفضاء بعد بطبيعه الحال يعني الانشاء ديالو في 1965 بعد الزلزال ديال كادير. وبالتالي هذه المناسبه نقدروا نعتبروا انها انبعاث ثاني لهذا الفضاء بالمناسبه ديال تاكيد صاحب الجلاله على انه مدينه كادير هي العاصمه الحقيقيه للوسط او للوسط الحقيقي للمملكه، وفي اطار الاشتغال على انه هذا المشروع يكون انبعاث شامل لمختلف الجوانب ديال التهيئه وديال خدمه القرب بالمدينه. هاد التهيئه غادي تشمل بطبيعه الحال الجزء الاول وفيه 5 هكتار، الجزء كذلك اللي فيه 20 هكتار، غادي يكون فيها مجموعه من الملاعب ديال القرب، مجموعه من الالعاب ديال الاطفال، بطبيعه الحال الفضاء الخضراء، الملاعب ديال الكره الحديديه، المسارات ديال اللياقه البدنيه، المرافق الصحيه، وبطبيعه الحال التهيئه ديال الاسوار وفق واحد الجماليه وفق واحد الرونق اللي كيلبي الانتظارات ديال الساكنه وديال الزوار ديال الفضاء اللي عنده مكانه تاريخيه وكيدخل في الذاكره ديال المدينه. هاد التهيئه تدخل في اطار المحور مهم على مستوى البرامج التنميه الحضريه اللي هو المحور ديال المحافظه على البيئه وتهيئه المساحه الحضراء، بالاضافه لبن زيدون ولا التهيئه ديال المتنزه الحضري بن زيدون. غيكون عندنا ان شاء الله التهيئه ديال حديقه اولهاو، التهيئه ديال حديقه لاله مريم، التهيئه ديال حديقه ديال شرف تدارت، والتهيئه ديال مجموعه من المساحات الكبرى بالمدينه اللي هي المساحه ديال الهدى وكذلك الساحه ديال تليله والساحه ديال الحي المحمدي. وبالتالي نقدروا ناكدوا بانه هذا الفضاء الخضراء سيتم تعزيزها باش ان شاء الله نستجبوا للرهانات ديال المدينه ايكولوجيه اللي اكادير يوما بعد يوم كتحاول ما يمكن ان تتحرك في هذا المسار ضمن المدن الوطنيه والمدن العالميه. وشكرا.